أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: الربح في السلعة هل له حد محدود؟ مثلا سلعة اشتريتها بمئة ريال، هل يجوز أن أبيعها بخمسمائة ريال؟ الربح يكون لحكم سعر السوق، حكم سعر السوق غلاء ورخصا. فإذا بعتها بما تساوي في السوق غلاء أو رخصا فلا بأس بذلك. أما إذا كان ارتفاع السعر من باب التغرير بالمشتري لكونه صغير السن أو امرأة أو إنسان غير ما يعرف السلع واستغليت نفقه وزودت عليه أكثر مما في السوق فلا يجوز، هذا خداع وتغرير فلا يجوز. الذي يحكم الفائدة ويحددها هو السعر في السوق، والسلع في السوق تزيد يعني هي تزيد أثمانها وترخص أحيانا. المعتبر هو السوق، أن يبيع بمثل ما يبيع الناس هذه السلع في السوق. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: صيام شهر محرم، صيام شهر محرم إلا إذا كان زيادة من أجل التأجيل. صحيح ان السوق تساوي كذا وكذا، لكن هذا في بيع الحاضر، ولكن المؤجل ما يبيعها الا الزياده عن سعرها في السوق في الوقت الحاضر. الزياده من اجل التاجيل لا باس بها، لكن لا تكون باهظه، انما تكون معقوله.